من الفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه. تفضلوا السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، نسائلكم عن الاجراءات المتخذه لمعالجه الاشكاليه التي تطرحها الشواهد الجامعيه والتي يتفاجأ الطلبة الحاصلون عليها بعدم الاعتراف بها من طرف الوزارة. جواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائب المحترم. تنظن بان خص الرأي العام يفهم ملي كنمشيو نديرو تكوين مستمر، راه ماشي ديبلوم معترف به من طرف الدولة. هذه تتكون بحال كيدير واحد التكوين وبحال عنده اشهاد. دابا خص الناس ما تمشيش غلطه، كيكون ماستر ديال الجامعه ولا اجازه جامعيه، ماشي هي اجازه وماشي هو ماستر وطني. وهادشي كله عارفين، والناس اللي كيتقدموا كيديروا هادشي راه عارفينها. ايوا تنظن بان ما خصناش نراجعوا بحال هادشي، لان غادي ندخلوا في شي سياق اللي ماشي هو هذاك. الا كان شي ماستر ولا كانت شي اجازه وطنيه كدوز بالمعايير ديالها، كدوز من لانيا، كدوز من عندها واحد المعايير اللي خاصه بها. اما بالنسبه للاجازه ولا الماستر اللي تيكون جامعي، تيكون في قلب الجامعه ولا قلب الكليه. هذا معروف به. ما نجيوش من بعد حتى ناخذوا ونسالي ونجيو نقولوا اعطيني الدبلوم ناسيونال، دي ما كايناش وما غنراجعهاش نهائيا، ما ندخلوش في هذا السياق هذا. الناس عارفين، احنا بغينا نحلوا الباب للتكوين مدى الحياه، احنا جايين ليه، اللي ربما غادي نديروه في شكل اخر وغادي تكون عنده طريقة ديالو اللي تكون مبرمجه وتكون عاديه وواضحه. شكرا. تعقيب السيد النائب. وزير، سيد الوزير، لا شك انكم تقدرون حجم الماساه والاضرار التي لحقت بهؤلاء الطلبه الذين ارادوا تنميه قدراتهم العلميه وتحسين افاق اندماجهم في سوق الشغل بسبب سوء توضيح للقيمه القانونيه للدبلومات الجامعيه والفرق الكبير بينها وبين الشواهد الجامعية. عندما وجدوا أنفسهم أمام دبلوم جامعي دون قيمة إشهادية، والخطير أنهم في تنظيم وتأطير جامعات عمومية، وكأن الأمر يتعلق بتحايل خطير ومسؤولية تقصيرية وتلاعب بمصير ومستقبل جيل من الطلبة الذين أرادوا تنمية قدراتهم العلمية وتحسين أفاق اندماجهم في سوق الشغل. وهذا يعني ضرورة معالجة هذه الوضعية وإيجاد الحلول الكفيلة بإنصاف هؤلاء الطلبة وتمكينهم من حقهم في الاعتراف بالشواهد المحصل عليها، تمكنهم من تسهيل ولوجهم لسوق العمل بما في ذلك اللجوء لتكوين تكميلي أو امتحانات إشهادية، ما دامت رئاسة الجامعة تتحمل المسؤولية الكاملة بعدما سمحت بهذه التكوينات غير الإشهادية، وهي تعلم علم اليقين أن مسارها لن يمكن هذه الفئة من شواهد جامعية معترف بها. وشكرا. تفضلوا سيد، لا استسمح، هل هنا سيد الوزير، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا سيد الوزير. يا سيد النائب المحترم، التحايل هو إلا كانت الجامعة دارت تكوين مستمر وعطاتو الدبلوم الوطني. أما بالنسبة للتكوين، التكوين المستمر عنده فيه إشهاد، ماشي ما عندوش، عندهم إشهاد، ولكن ماشي إشهاد بحال الشهادة ديال الدبلوم الوطني، عنده إشهاد مكتوبة فيه ماستر ولا إجازة جامعية، ما كاين حتى مشكل. وباش يمشي لسوق الشغل ما كاين حتى شي مشكل، يمشي لعند أي شركة اللي بغات توظفو توظفو. المشكل اللي كاين وهو إلا بغى يمشي يدخل العمومي، إلا بغى يمشي يدخل شي إدارة عمومية. احنا خصنا نتفقوا من الأول. شكرا سيد الوزير.